وبر الوالدين يعين الله عز وجل عليه إذا خلصت النية فيه. وأحوال الوالدين تختلف، فبعض الوالدين قد يكون قائما بنفسه لا يحتاج إلى مزيد بر، يعني معنى يكتفى بالمال، بقليل المال، بالكلم الطيب. وبعضهم قد يبتلى بأمراض أو بشيخوخة أو بتقدم في السن، فكلما زادت الحاجة إلى البر عظم ذلكم البر، كلما زادت الحاجة إلى الآخر من قبل الوالدين أو أحدهما زاد ذلكم البر. ويبتلى الإنسان إما بقسوة أبيه أو بقسوة أمه أو بمرض يصيبهما أو بغير ذلك، حتى يبتليه الله عز وجل أين يكون بره وصلته لوالديه. لكن كلما كفيتهما المؤونة بكل أسبابها كان ذلك أعظم برا لهما.